سميتي صفاء خاتمي، في عمري 11، عندي هاد العام 7 ان شاء الله. بديت التمثيل في 2018، كان اول عمل لي هو الدرب، ومن بعدو همي ولاد عمي و لا ورد لي حنان وهينا والايت ولاد المرصى واصاب البويت. هلا جاي ان شاء الله. هينا كانت تجربه اللي زوينه بزاف، اللي ما عمرني عشت ديك الدور، ما عمرني عشتو. عشت دور البطوله، لعبت فيها جوج ادوار، ولكن الدور الثاني نخلي لكم مفاجاه. تصور في 2018، ولكن ما عرفتش انا اش وقع، وقيل بغاو يخليو حتى الوقت المناسب ويديروه، وصافي بداو في 2020. المسلسل اول تجربه ليا، كانت شويه صعيبه فيه، على قبل كان خصني انني نبكي، دموع حقيقيين، خصني نولف على دوك الاجواء ديال العروبيه، ما خصنيش نخاف. انا اكثر كنت كنخاف، ولكن بفضل ديال الكوتش ديالي عم مصطفى وعلي المجبود خلاني حتى نتعلم ونولي هينانيت. هو قال لماما انها عاونيها، ولكن فاش وصلت البلاطو عاوني كتر. كان كيبدا يقول لي فودني انت هينه، يعني صافي كنحس انني هينه، وكان كلشي كيعيط عليا هينه. ردة الفعل ديال ماما وهي خويا جاتهم البكيه، واخا الدار كلها جات البكيه، انا جاتني البكيه انا راسي، ولكن في نفس الوقت شويه ضحكت. صحباتي تما عجبهم الحال، كلشي كان كيصيفط ليا جيتي زوينه، واكثر الناس اللي عندي في انستغرام كنت كنجاوبهم كلهم، وكانوا كيفرحوني بزاف. كان كلشي كيقول لي بنتي زوينه ولعبتي الدور مزيان وبكيتينا. الطموح ديالي من كبر بغيت ان شاء الله نولي مخرجه. كتكون عندي القرايه على قبل، انا بعض المرات ما كنمشيش للكول على قبل نمشي نصور، كتكون عندي الحفاظه كنحفظها، من بعد كناخذ شي سيناريو كنبقى ندير فيه باش نحفظ. هي الصراحه في دوك الاوقات اللي كنت فاينا ما كنتش كنلعب بزاف، كنت كنخلي وليدات الاخرين يلعبوا، ولكن كنت كنحفظ باش ندخل فاينا. الجديد كاين لا ورده لحنان اللي تصور في 2018 مع سعيد خلاف قريب الدار، ولاد المرصى هلا درناه، وكان عاوتاني البيوت اسرار مع علاء كعبون هلا كنصوروا فيه. كنحماق عليكم كلكم، وكنشكركم على الدعم ديالكم اللي ما عمرني ننساه. اكثر يوم فاينا فرحت بزاف بزاف، ما عرفتش كيفاش نوصل لكم فرحه، وكنحماق عليكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.